أهلا يا أساطير النهاية، وأعتذر حقا على السحب الطويل بسبب الأحداث الكثيرة التي حدثت لي في هذه الأسابيع. وكما وعدتكم، مقطع هذا اليوم سيكون عن أشهر مساعد في البروكسي، مساعد تيكي توبي الملقب بإكس فيروس، وكيف تحول من شاب غريب الأطوار إلى صانع فيروسات قاتلة. لذا لا تنسوا اللايك والاشتراك، ولنغوص في عالم النهاية. تبدأ القصة بفتى يدعى كودي. كان طفلا غير مرغوب من قبل المجتمع، لم يعرف من والده، ووالدته كانت مجرمة مشغولة دوما بالسرقة وتتبع الرجال الأغنياء، حيث تتركه لأيام في البيت أو حتى لأسابيع. لذا عاش كودي في الفقر والوحدة. وفي إحدى الأيام وصلت أخصائية اجتماعية وأخذته قصرا من والدته الغير مسؤولة لتأخذه لدار الأيتام. كودي لم يهتم لذهابه، فوالدته لم تكن الشخص الذي يحبه أصلا، بل رأى أنها فرصة مثالية ليكون صديقا لبعض الأطفال من عمره. لكن لأن سمعته سيئة بسبب حياته القديمة، سار الأمر بشكل خاطئ. لا أحد أحبه، والكل اعتبره مجرما. اعتاد كودي على فكرة أنه ليس طبيعيا ولا يناسب المجتمع أصلا. وفي أحد الأيام طلبت منه المشرفة أن يجمع أغراضه لأن هناك من يود تبنيه. تفاجأ من الأمر، لأن من الشخص الذي يتبنى فتى في 13 من عمره؟ معظم من يتم تبنيهم لا يفوق أعمارهم 3 سنوات، إضافة لكونه غريب أطوار. والأمر الأكثر غرابة حين وصل لبيته الجديد، كان قصرا كبيرا وأبيض اللون. عندما دخل وجد كودي أن المتبنى هو كبير العلماء في أحد أكبر المختبرات لدراسة سلوك الفيروسات. وبسبب وظيفته كان لا يقضي وقتا كثيرا مع كودي، حيث أن مشكلة الوحدة لديه لم تحل بعد. لكن لفراغ وقته بدأ مهتما بما يفعله العالم، وأصبح يساعد في مختبره الخاص. وكرد للجميل علمه العالم طرقا لصناعة الفيروسات المدمرة. اشترى كودي مذكرة وصار يدرس فيها طرق وتغير وحياة وأنواع الفيروسات. أخذ هذا الكثير من وقته، وحتى حين يريها لزملائه في المدرسة ينادوه بغريب الأطوار. عندما وصل كودي لسن 16 من عمره، تعلم الكثير حول الفيروسات، وبدأ يقوم بالتجارب والإجراءات بواسطة فيروسات قام بصناعتها، واستخدم الفئران والحيوانات الصغيرة في هذا، وكانت دوما تنتهي بالموت. وعندما يموت الحيوان يصدر صوت اختناق عالي، وكأن رئتيه انفجرتا. كان إنجازا عظيما في نظره، ولكن جرى في عقله سؤال: ماذا لو كان البشر هم من يتأثرون بهذا الفيروس؟ لكن كلما تحدث في الأمر مع شخص يقول أنه مجرد مريض، وعليه التوقف عن هذه الأفكار. وفي إحدى الأيام كان العالم في البيت، فقرر كودي أن يقوم بتجربته بنفسه. ملأ حقنة بالفيروس الذي صنعه. وفي تلك الليلة حين نام الجميع، ارتدى كودي سترة سوداء وسروال جينز أزرق، ونزل للطابق السفلي وحمل المضرب الخاص به، وهو مليء بالمسامير الصدئة والمعوجة، وكان سلاحا مثاليا للقتال أو التعرض للهجوم. وأخذ قناع الغاز الخاص بالعالم ونظارات المختبر الزرقاء. وبمجرد نزوله للشارع اختار بيتا قديما ومتهالكا آخر الشارع ودخل له. وعندما دخل قتل كل من في البيت إلا رجلا خمسينيا عاجزا عن الحركة. حقنه كودي بالفيروس. الرجل بالكاد اشتكى، كان مرعوبا، وبعد فترة صار يئن ويتأهأه بصوت قوي ويتنفس بصوت وكأن رئتيه تتمزقان من الداخل، ومات بعد ذلك. كان كودي سعيدا لتحقيق هذا الإنجاز. عندما عاد للبيت وجد العالم مستيقظا وقلقا عليه، وقرر إخباره بما فعل على أمل أن يطور معه الفيروس الذي صنعه. لكن العالم ارتعب وأراد الاتصال بالشرطة، ونظر لكودي باشمئزاز مثل كل من حوله. وبمجرد أن أمسك الهاتف غضب كودي وضرب العالم حتى كسر جمجمته، ثم أخذ بطاقته وفتح المختبر وأخذ حقيبة وملأها بالحقن والعينات، ثم قرر الهرب وذهب نحو الغابة. وبعد مشي طويل وجد شخصا حاول رؤيته. كان شابا بالغا
بنظارات برتقالية ووشاح وسترة بنية مخططة مع قولون سوة زرقاء وسروال جينز أزرق اللون، وفي يديه فأسين قصيرين. لم يعلم كودي إن كان رأى، لذا اختبأ وراء الأشجار، وعندما أعاد النظر اختفى ذلك الشاب. وعندما التفت للأمام وجده ينظر له وجها لوجه، قال بنبرة خشنة: اخرج من هناك، ليس هناك ما تخفيه أخي. لم يبدو وكأنه يود القتال. كان كودي مرتعبا وسأله عن من يكون، فقال: أنا توبي. كان كودي سيقول اسمه، لكن بدل ذلك قال: أنا إكس فايروس دون قصد. قال توبي: تشرفت بمعرفتك أخي، والآن تعال معي. دون تفكير تبعه كودي، وأحس أنه فعلا وجد أخا كبيرا له، أخوه الدموي. اسم كودي العائلي غير موجود، ويرجح أن اسمه الحقيقي ليام ويليام، لكن السيدة مارغاريت ويليام لا تعترف على أن كودي ابنها، ولم تعمل له حتى سجل حياة أو دراسة. وحتى العالم ماثيو لوفير لم يعطي كودي اسمه العائلي. إكس فيروس اكتسب شره وقساوة قلبه من الوحدة التي عاشها، وليس من والدته المجرمة. توبي يعتبر فيروس أخوه الصغير قبل اعتباره مساعدا، كونهما متشابهان في الشكل وحتى بعض الأحداث في القصة، كما فيروس يشاركه نفس الشعور. إكس فيروس هو المساعد الوحيد الذي يعد أصغر سنا من قائده، حيث أن توبي أكبر من فيروس بعشر سنوات. يستطيع إكس فيروس صناعة المئات من الأنواع المختلفة من الفيروسات القاتلة، وقد عدل جسده لتحمل أقذر أنواع الفيروسات. أسلحة إكس فيروس: مضرب بيسبول مسمر بمسامير صدئة، إضافة إلى الحقن المليئة بالفيروسات وكذلك الغاز السام. تيكي توبي يعد أحد أغبى أفراد لبروسكي، وذلك بسبب عسر الفهم الذي لديه، لذا يغطي إكس فيروس هذا العيب بالنسبة له، خصوصا في شرح الخطط وغيرها. إكس فيروس في الحقيقة ليس مقربا كثيرا من ذا نوبادي نيثان أو حتى من جاي هوريفاي، فالمساعدون ليسوا فرقة مثل القادة. اسم كاتب قصة إكس فيروس غير معروف لحد الآن، لكن لقبه هو غودزيلا 2199. للأسف لم ينشئ إلا قصة إكس فيروس، وكانت غير مكتملة في الحقيقة. توبي وكل أفراد البروكسي لا يعلمون أن إكس فيروس اسمه الحقيقي هو كودي. أرجو أن يعجبكم المقطع يا أساطير النهاية حول إكس فيروس، وسؤال مقطع هذا اليوم: من هي الطفلة التي تقتل الكهنة ورجال الدين في كريبي باستا؟ ننتظر إجاباتكم في التعليقات، وأراكم في عالم النهاية.